أهلا يا شباب، في اللكتشر الثانية من شابتر 1 اللي هو Measurements and Units. في اللكتشر اللي فاتت الأولانية كنا اتكلمنا على الـ Quantities والـ Units بتاعتهم وإيه لازمة الـ Units. كنا قلنا إن في حاجة اسمها Base Quantities وكان في حاجة اسمها International System of Units سميناهم SI Units، وقلنا إن كل حاجة ليها الـ Units بتاعتها، واتكلمنا إزاي بنحسب الـ Units لو عندنا equation بنستخدم equation عشان نطلع الـ units. اتكلمنا على الـ significant figures، اتكلمنا على الـ prefixes، اتكلمنا على الـ standard form وازاي نعمل handling للـ numbers وازاي نخلي الـ numbers شكلها كويس عندنا في أي representation. النهاردة هندخل شوية في كلام practical، الـ measurements technique والـ measurement equipment والحاجات اللي عندنا والـ errors اللي احنا بنعملها during the measurements وازاي ن avoid them او ازاي ن reduce them لو ما ينفعش ن avoid them او ن eliminate ال error خالص. طيب خلينا نبتدي الاول. اول حاجه احنا بنتكلم على measuring length. انا عاده بن measure length يا اما برول او بنسميها رولر او ب measuring tape او meter tape وحاجه اسمها meter rule. طيب الرولر دي انا بستخدمها امتى والميجرنج تيب والميتر رول امتى بالظبط؟ الرولر انا بتكلم في اي ميجرمنتس من او لغايه 30 سنتيمتر، في رولرز لغايه 30 سنتيمتر، في رولرز لغايه 50 سنتيمتر، في حاجات بتبقى صغيره شويه لغايه 20 سنتيمتر. دول اللي هم الستاندردز اللي موجودين كوميرشلي في اي محل او في اي مكتبه او اي او بيتباعوا عامه، ودول اللي احنا بنسميهم رولر. ممكن تلاقيها بلاستيك، ممكن تلاقيها ستينلس ستيل، خشب، اي حاجه، بس هم دول الكوميرشال لينث بتوع الرولرز او اللي احنا بنسميهم رول. الميتر رول من اسمها هي 1 متر. انا بقول انا لو عايز اقيس اب تو 100 سنتيمتر انا هتكلم على ميتر رول او هستخدم ميتر رول. اي حاجه اكبر من 100 سنتيمتر انا بستخدم measuring tape. فانا دلوقتي اي حاجه كبيره اكبر من متر فانا هستخدم measuring tape، اي حاجه within 100 سنتيمتر او 1 متر بستخدم meter rule، اي حاجه اصغر من 50 او 30 او 20 بستخدم ruler عادي. طيب انا دلوقتي لازم اميك سنس الحاجات دي بستخدمها امتى وانهي حاجات ممكن تبقى within انهي range of measurements. انا عندي على اليمين هنا شويه حاجات كده ممكن نتكلم عليهم او نبريدكت ممكن يكون الدايمنشنز بتاعتهم عامله ازاي. لو اخذنا مثلا الستاك بتاع البوكس اللي هنا ده، انا متوقع مثلا الكتاب يكون within الرولر، يعني هستخدم رولر عشان اقيس مثلا الهايت اللينث الويث بتاع الكتاب، يعني مش هيبقى اكبر من 30 سنتي في اللينث مثلا. لو انا بتكلم مثلا على الويت بتاع الكوشن بتاعت الكاوتش، سوري الفوتيه ده، ممكن استخدم ميتر رول. لو انا بتكلم على التوتال ويت بتاعه غالبا هيبقى اكتر من 1 متر، شكله كبير شويه، فانا هستخدم تيب. اي حاجه كبيره كده زي البنش اللي على الحيطه ده انا هستخدم تيب برضو. طبعا الكتب برضو انا بستخدم رول. الدبث ده ممكن استخدم له ميتر رول. زي مثلا انا عايز اقيس الديامتر بتاع الكوره دي، الاباجوره اللي فوق دي، الكوره اللي مغطياها، ممكن استخدم ميتر رول. ممكن تطلع اكتر من 50 سنتي، ما اعرفش، حاجه صغيره كده ممكن استخدم الرول العاديه. اوكي، فاحنا كده عملنا شويه سنس احنا بنقيس انهي حاجات بانهي ديفايس. طب في حاجه كومن ما بين كل الميجرمنت اكويبمنت دول الثلاثه دول، ان هم المينيمم ديفيجن بتاعهم 1 ملي متر اللي هو 1 سنتيمتر اوفر 10. فانا لما بقسم 1 سنتيمتر على 10 كده ده 1 ملي متر. وكل الاكويبمنت دول الميجرنج تيب والميتر رول والرول كلهم عندهم اصغر ديفيجن يقدروا يقيسوه هو 1 ملم، فبقول ان هم اكيوريت تو 1 ملم.
ده معنى كلمة accurate to 1 millimeter، إن أصغر division الديفايس ده يقدر يقيسه هو 1 millimeter. طيب خلينا ندخل على اللي بعد. ساعات ببقى أنا عايز أقيس حاجات صغيرة، زي مثلا الديامتر بتاع البن. الديامتر بتاع البن ده غالبا أقل من 1 سنتيمتر. طب إيه المشكلة؟ طب أنا ممكن أستخدم رولر عادية، هو مش أصغر من 1 مليمتر، الرولر تقدر تقيس 1 سنتي مش مشكلة. بس الفكرة في حاجة اسمها percentage error. زي مثلا أنا جيت أقيس الديامتر بتاع البن ده طلع 0.9 سنتيمتر اللي هما 9 مليمتر، وأنا الايرور بتاعة الريدنج في أي رولر أنا ممكن أتلخبط في كام ديفيجن. لو أنا بركز يعني احتمالية إن أنا أتلخبط هتبقى في 1 ديفيجن اللي هي 1 مليمتر. يعني ايه اتلخبط؟ يعني انا عندي ادي ديفيجنز اهي، زي مثلا ده الزيرو وده ال1، انا طلع الحاجه بتاعتي هنا ما بين ال 0.9 وما بين ال1، انا مش عارف هي كام بالظبط، بس هي قريبه شويه لل 0.9 فانا قلت تقريبا هي 0.9، بس هي اكبر شويه من 0.9، فانا ممكن اتلخبط في 1 ديفيجن اللي هو 1 مليمتر. انا كنت متلخبط هل هي 0.9 ولا 1.0 ولا ايه بالظبط، فقلت ان انا هقول ان هي تقريبا 0.9 سنتيمتر. طيب الايرور بتاعي 1 مليمتر اللي هو 0.1 سنتيمتر. يعني ايه بقى كلمه percentage error؟ يعني هاخد الايرور اللي انا ممكن اكون عملتها وقوم قاسمها على الريدنج اللي انا خدتها نفسها اللي هي 0.9 وعملها تايمز 100. لو انا عملت كده 0.1 divided 0.9 تايمز 100 تطلع لي 11.1%، وده حاجه كبيره شويه. هو acceptable بس still percentage كبير. طب افرض انا ما كنتش قست حاجه صغيره كده، افرض ان انا كنت قست مثلا 9.2 سنتيمتر وبرضه ستيل الايرور 0.1 سنتيمتر. لو جيت احسب برسنتج ايرور في الكيس دي اقول ان هي 0.1 على 9.2 تايمز 100. لو جينا نحسب الكلام ده يطلع كام؟ تطلع الانسر 1.086 او 1.09%. طبعا فرقت جامد البرسنتج ايرور الكتير جدا. طب انا اعمل ايه عشان اقلل البرسنتج ايرور؟ عشان ده التكنيك الصح، ان انا اخلي البرسنتج ايرور قليل، الايرور بالنسبه للريدنج تكون صغيره عشان اقدر اقول ان الريدنج بتاعتي ريلايبل. في حاجه لطيفه جدا كده احنا عاملينها هنا في الرسمه بتاعه القلم ده. احنا جايبين سترينج والسترينج ده لفينه 6 لفات حوالين القلم. الفكره في ايه؟ لو انا اخدت البوينت دي لغايه اما لفيت لفه كامله كده السترينج ده لف 1 سيركمفرنس. طب انا عملت 6 يبقى انا هضرب في 6، يبقى انا دلوقتي ضربت السيركمفرنس تايمز 6. طب السيركمفرنس ده هستفيد منه بايه يعني؟ زي مثلا لما جيت فردت السترينج ده انت معلم كده كل خط كده كل لفه عملت خط على السترينج، وقمت فارد السترينج ده على رولر نعمل ليبل واحنا بنرسم. لو السترينج ده ابتدى هنا مثلا من 0.0 عشان المسطره تقدر تقيس لي مليمترز فانا لازم اكتب بوينت حاجه. طيب جيت هنا مثلا لقيته بيقرا لي زي مثلا 17.1 سنتيمتر. طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ انا الريدنج الاولانيه كانت 0.0 ده اول السترينج فحطيته عند اول المسطره عشان اضمن ان انا بقيس صح. عند اخر السترينج قست 17.1 وال 17.1 ده كان ايكوال تو 6 سيركمفرنس. طب هل انا اقدر اجيب الديامتر بتاع البن من السيركمفرنس؟ اقول لك انا دلوقتي السيركمفرنس انا المفروض فاكر من الماث ان بحسبه 2πr وr ده اللي هو الراديوس. طب ما انا 2π ده الديامتر بتاع البن، يبقى باي في الديامتر ده ايكوال السيركمفرنس. طب انا عندي 6 من ده
يبقى انا عندي هضرب ده في 6 تطلع هي 17.1. طب انا احسب الديامتر بقى ازاي؟ اقول الديامتر اخليه سبجكت في فورمولا، ما دام انا عايز اودي ال6 وعايز اودي الباي الناحيه الثانيه وهم كانوا تايمز الديامتر، يبقى اوديهم الناحيه الثانيه بالديفيجن، يعني هعمل 17.1 ديفايدد باي باي وديفايدد باي ال6، او اعمل تحت على بعض كده باي تايم 6 وكله في الدينومينيتور. طب نيجي نحسب الكلام ده، 17.1 ديفايدد باي divided 6 أو divided by times 6 between brackets، تطلع الانسر بتاعتي 0.9718 وحاجات كتيرة كده. طب أنا دلوقتي الأرقام بتاعتي كام significant figures؟ ال 17.1 دي كانت 3 significant figures، فأنا كبيري أكتب الرقم ده to 3 significant figures، فأقدر أقول دلوقتي إن الديامتر الحقيقي بتاع البن هو 0.907 سنتيمترز. فانا دي الانسر اللي اكشلي صح او المور ريلايبل. خلي بالكم احنا لما كنا جينا قسنا الالم كان تقريبا 0.9، بس هو كان اكبر شويه من 0.9. احنا دلوقتي بقى عرفنا هو كان اكبر من 0.9 بقد ايه، كان اكبر من 0.9 ب 0.07 سنتيمترز. دي عمري ما كنت هجيبها بمسطره. فانا التكنيك بتاع فكره ان انا الف حاجه حوالين السيركمفرنس بتاع الاوبجكت اللي انا عايز اقيس الديامتر ده بيكبر لي الريدنج، كبرت من 0.9 ل 17.1، بس انا كنت لفيت التيرنز دول 6 مرات فقمت عامل ديفايدد باي 6 هنا، وقمت مستخدم الايكويشن بتاعه الديامتر عشان احسب الديامتر اكشلي بكام مع السيركمفرنس. فانا كده عرفت اتعامل مع الموقف الوحيد. طب افرض انا عندي هنا كوره بول بيرنج كده بليه صغيره عايز اقيس الديامتر بتاعها بكام، اعمل ايه في الكيس دي؟ في فكره حلوه كده ممكن استخدمها. طب انا دلوقتي لو انا عايز اقيس ديامتر بمسطره، ما عنديش اوبشن ان انا اجيب مسطره واحطها جنب الكوره وقيس من الادج للادج. ليه؟ طيب ادي المسطره بتاعتي اهي، بالتقريب ممكن اقول ان الزيرو هنا بس ممكن ما يطلعش هنا بالظبط، ممكن اقول ان هي بالتقريب هنا مثلا مشاوره على 2.7، بس انا برضو مش متاكد بالظبط. فانا في حاجه لطيفه كده بعملها، بحط الكره دي between two blocks. البلوكس دول ريكتانجلر، يعني ايه ريكتانجلر؟ شكلهم 3 دي عامل كده، اتنين بلوكات خشب كده ريكتانجلر، احطهم ازنق بيهم الكوره واجيب المسطره بتاعتي والزقها في البلوكس واشوف البلوك ده مشاور هنا على كام، على ريدنج كام، والبلوك ده مشاور هنا على ريدنج كام. زي مثلا هسمي ده ريدنج 1 واسمي ده ريدنج 2. لو قلت ان الزيرو بتاع المسطره الناحيه دي، هقول ان الديامتر بتاع الكوره دي هو ريدنج 2 ماينس ريدنج 1 اللي انا قريته من هنا ماينس اللي انا قريته من هنا. فانا دي الطريقه اللي انا بقيس بيها الديامتر بتاع حاجه مكوره او مدوره. ممكن اجيب اتنين بلوكس وازنق بيهم الاوبجكت بتاعي، وبعدين اجيب مسطره واقربها على قد ما اقدر او الزقها في البلوكس دي، وشوف كل بلوك مشاور من حوالين الكوره بتاعتي على ريدنجز كام وعاملهم ماينس بعض، كده جبت الديامتر بتاعي. بس ستيل في مشكله، الديامتر بتاع الكوره ممكن يكون صغير، ممكن اكون جبت بليه رفيعه خالص، يبقى برضو برسنتج ايرور فيها كبير. في اوبشن تاني غير ان انا اجيب سترنج والفه، لان انا اجيب سترنج على حاجه مكوره دي مش هتنفع، مش هعملها مظبوطه ابدا، عمري ما هظبطها. ده غير ان انا السيرفيس بتاع الديامتر بتاعي عمال يقل، انا كل شويه هلف على ديامتر اصغر، يبقى انا ببوظ الدنيا خالص. ففي اوبشن تاني، ممكن اجيب كذا كوره واحطهم جنب بعض ما بين الاثنين بلوكس زي ما مرسومه هنا. زي مثلا هنا انا عندي 5 بول بيرنج، 5 بليات كده، انا عندي هنا 2 بلوكس اسميهم ريكتانجلر بلوكس، حطيتهم بس عشان يعملوا ايه؟
يديني reading هنا كم ويديني reading هنا كم واعمل الريدنج دي ماينس دي واجيب الرقم بتاعي. زي مثلا لقيت ان الريدنج هنا كانت 7.8 والريدنج هنا كانت زي مثلا 15، بس انا مش هكتبها 15، انا هكتبها 15.0. ليه 0.0؟ لان المسطره تقدر تقيس لي مليمتر اللي هي 0. حاجه، فانا متاكد ان هي 15، يبقى اكتب ان انا متاكد ان هي مش بوينت حاجه، فمش بوينت حاجة يعني بوينت زيرو. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ لو جبت ال 15.0 وعملتها ماينس ال 7.8 نيجي نحسبها كده تطلع الانسر 7.2 سنتيمتر. طب ال 7.2 سنتيمتر ده هو اللي انا عايزه؟ لا، انا حسبت كده التوتال دايامترز او السم اوف دايامترز بتاع خمسة بول بيرنجز. انا مش عايز خمسة بول بيرنجز، انا عايز 1 بول بيرنج، فانا لسه هاخد ال 7.2 دي واعملها اوفر 5 تطلع لي الديامتر بتاعي كام اكزاكت، تطلع 1.44. بس انا هعمل لها ابروكسيميشن لان انا اصغر رقم عنده سيجنيفيكانت فيجرز هو 7.8، فانا اقول ان هي تقريبا 1.4 سنتيمتر. باي ذا واي، لو انا كنت حسبت لو كنت قست الديامتر على طول بالطريقه بتاعت البلوكس دي من غير ما اجيب كذا واحده منهم، كنا نيجي نحسب البرسنتج ايرور بتاعنا كده على جنب. لو تفتكروا كنا بنقول الايرور في المسطره تقريبا 0.1 سنتيمتر اوفر الريدنج اللي انا كنت هاخدها اللي هي 1.4، بس هي اكشلي ما كانتش هتبقى 1.4 بالظبط، كانت هتبقى اكبر شويه، واقول ان هي تايمز 100 عشان اجيب كام بيرسنت. نيجي نعمل الكلام ده تطلع الايرور بتاعتي يطلع 7%، which is حاجه كبيره برضه acceptable، بس ستيل حاجه كبيره. فاحنا قللنا البرسنتج ايرور المره دي، مش ان احنا لفينا حاجه كذا مره، لا جبنا كذا اوبجكت جنب بعض عشان الريدنج تكبر. فانا قست 7.2 بدل ما كنت هقيس 1.4. فدي التكنيك الثاني. فانا دايما لو عايز اقلل البرسنتج ايرور اخد كذا اوبجكت ايدنتيكال مع بعض، او في الكيس اللي فوق دي اللي هي لفيت كذا لفه ايدنتيكال، ما هو اللفه الواحده ايدنتيكال لللفه اللي جنبها. فانا كده كررت الريدنج او عملت مالتيبل ريدنجز لنفس الاوبجكت او لايدنتيكال اوبجكت عشان اكبر الريدنج فالبرسنتج ايرور يعلى. وانا بقيس اي سكيل دايما بيحصل شويه ايرورز. في ثلاثة specific errors احنا مفروض نتكلم عليهم او نعرف نتكلم عليهم في المنهج بتاع IGCSE او الـ 0625 syllabus بتاع الـ O-Level. طيب انا دلوقتي الاول type of reading error اسمها parallax error. ايه الـ parallax error؟ ان انا لما اجي اخد reading لازم دايما ابص كأن الـ line of sight بتاعي عامل 90 degrees مع الميجرينج ديفايس، مع المسطره، مع الفيرنير، مع الميكرومتر. ايش معنى 90 degrees؟ او بقولها كده look perpendicular to the scale. طبعا انا مش هكتبها بالطريقه دي، انا هكتب perpendicular. طيب ليه ببص perpendicular؟ اي ميجرينج ديفايس عنده thickness، الثيكنس ده بيعمل لي مشكله. زي مثلا ادي الاوبجكت بتاعي اللي انا عايز اقيسه. الاوبجكت ده لما اجي اخد الريدنج من الحته دي تطلع 8.3 بالظبط. لكن لو بصيت من هنا اللاين اوف سايت بتاعي مش معدي من على ال 8.3، معدي من الشرطه اللي قبلها. خلينا نرسم بشكل بلون تاني عشان يبان. الشرطه دي مش هي الشرطه دي. فانا دلوقتي است ريدنج اقل من الحقيقي، انا است 8.2 مش 8.3. ده كان بسبب parallax error، ان انا باصص بجنب بزاويه بانجل مش عامل 90 degrees على السكيل. طب لو بصيت من الناحيه الثانيه الاقي اللاين اوف سايت بتاعي جاي على الشرطه اللي بعدها، فقريت غلط برضو 8.5. كل ما الانجل اللي ببص ليها تزيد كل ما الايرور هتزيد. يعني انا كان عندي انجل صغيره هنا عملت لي فرق 1 مليمتر، انجل اكبر منها شويه عملت لي فرق 2 مليمتر.
فانا كل لما هحود اكتر عن ال 90 degrees كل لما هاخد reading غلط اكتر. طب ازاي avoid the parallax error؟ اقول له look perpendicular to the scale. عادة بيجي اسئلة مثلا زي بتاع paper 6 اللي هي البراكتيكال او الالترناتيف تو براكتيكال، يقول لي state one precaution while taking the readings. اقول له look perpendicular to the scale بتاع المسطرة بتاع protractor، اي حاجة فيها scale لازم look perpendicular to the scale. طب انا بعمل ايه كده؟ بأفويد حاجة اسمها parallax error. طب النوع التاني من الايرورز، اكيد انتوا عملتوا اي صور زي اللي انا حاططها كده على الجنب دي. الراجل اللي على الجنب ده او الولد اللي على الجنب ده شكله بياكل ولد تاني، صح؟ بس هو اكشلي اللي حصل ايه؟ ان هو في ولد واقف بعيد ورا فباين صغير. فانا اتهيأ لي دلوقتي ان الولد ده قدام وهو نفسه صغير. ده بسبب حاجة اسمها gap error. انا عينيا فيها حاجة اسمها biconvex lens. الحاجات البعيدة بتشوفها صغيرة، الحاجات القريبة بتشوفها كبيرة. بتقولي مال عينيا ومال المسطرة؟ ما انا باخد الريدنج من على المسطرة او من على البروتراكتور او من على الرولر او من على الميتر رول او اي حاجة، بعيني الحاجة البعيدة بشوفها صغيرة والحاجة القريبة اشوفها كبيرة. لو انا حاطط المسطرة قريب مني، ادي المسطرة، والأوبجكت اللي أنا عايز أقيسه بعيد شوية في ديستنس ما بيني وما بينه، هشوف الأوبجكت ده صغير، أجي أقيس اللينث بتاعه لحاجة صغيرة. طب افرض قربت الأوبجكت شوية، مسكت الأوبجكت ده كده قمت مقربه شوية، إيه اللي يحصل لما أقربه؟ يكبر. طب لما يكبر أجي أحطه على المسطرة الاقي الريدنج اللي انا هاخدها اكبر شويه. معنى كده ان انا كل ما الجاب بتاعتي كبرت، كل ما الايرور الغلط في الريدنج كبر. كل ما الجاب بتاعتي صغرت، كل ما الايرور في الريدنج يصغر. طب انا اقول له ازاي اصلح الجاب ايرور؟ اقول له بليس الرولر او البروتراكتور او الفيرنير او الميكرومتر ايا كان as close as possible. لان انا في حاجات ما بينفعش ان انا احط المسطره جنبها على طول. في حاجات بورتس في ماشينز، حتت في لابتوب، حتت في الموبايل عايز اقيسها، مش عارف اوصل لها بالمسطره، مش عارف احط المسطره جوه. فانا مش هعرف احط المسطره right next to it. يعني ده البيرفكت بتاعي ان الديفايس يبقى right next to the object. دي احسن حاجه. طب لو انا مش عارف اعمل احسن حاجه، الاوبشن بتاعي ان انا احط المسطره او ايا كان الميجرنج ديفايس بتاعي as close as possible to the measured object. اوكي، فانا كده بقلل الاماونت اوف جاب ايرور. اخر تايب اوف ايرور عندنا اسمه اند ايرور. ايه الاند ايرور؟ ساعات في حاجه تانية بنسميها زيرو ايرور. The type of end error. إيه zero error ده؟ أنا دايماً لما باجي أقيس أي حاجة دايماً بضطر أحط بدايتها أو نهايتها عند الزيرو. فأنا زي مثلاً عايز أقيس الريكتانجل ده طوله كام، فمفروض إن أنا أحطه عند الزيرو. جيت أبص ما لقيتش الزيرو، الزيرو ممسوح من المسطرة بتاعتي أو المسطرة بتاعتي اتكسرت. طب أعمل إيه؟ كده أنا عندي حاجة اسمها zero error أو end error. هضطر احرك الريكتانجل بتاعي ده او الاوبجكت بتاعي ده لغايه اول هول نمبر باين عندي. وباي ذا واي لو تلاحظوا احنا هنا افويدنج الايرور بتاعت الجاب، مفيش جاب ايرور، انا حاططها رايت نيكست تو ذا رولر او الرولر رايت نيكست تو ذا اوبجكت. بس كل الريدنجز اللي انا هاخدها بقى من اول هنا هتبقى بدايتها من عندي 2. فانا عندي زيرو ايرور هنا ايكوالز بوزيتيف 2 بوينت 0 سنتيمتر. ليه بوينت 0؟ عشان المسطره تقدر تقيس لي بوينت حاجه. طب معنى كده ان انا لما اجي اخد اي ريدنج ما دام الايرور بتاعي بالبوزيتيف عشان اشيله هعمل ماينس الايرور. فانا هاخد هنا الريدنج دي كام؟ اجي ابص الاقيها عند 9.3. يبقى انا عندي دلوقتي الريدنج بتاعتي 9.3 بس هنقص منها 2.0، يبقى الاكتوال لينث بتاع
البوكس اللي موجود عندي ده كام؟ هو أصلاً 7.3 مليون سنتيمتر.